اهلا وسهلا المتابعين ومشاهدي جريده عبير مباشره من الدار البيضاء وبالضبط من عين الذئاب. هذا الشيء اللي غتشوفوه خطير بزاف. هاد الزودياك هادي ما عرفناه واش ديال الحراقه ولا ديال شارب مخدرات. هاد الشيء هذا خطير بزاف كزامي. مشاهدينا الكرام، مباشرة من منطقة عين دياب ضواحي مدينة الدار البيضاء، العثور على هذا الزودياك داخل البحر. هذا الزودياك اللي عنده واحد المحركات نفاثة كما كتشوفوا معنا، محركات قوية وقوية جدا، تم العثور عليها بين الصخور داخل شاطئ عين دياب، وبالتالي تم إخراج هذا الزودياك اللي عنده كما كتشوفوا معنا ثلاثة ديال المحركات نفاثة تم الاستخراج ديالها. لاش كتستغل هذه؟ يا اما حالتين من الحالات، والمرجح استعمال في تهريب المخدرات، لان ما فيهاش الطاقه الاستيعابيه ديال الركاب كما كتشوفوا معنا مباشره. مشاهدينا الكرام، مشاهدي عبر لايف مباشره من مدينه الدار البيضاء كما كتشوفوا معنا على المباشر، هذا الزودياك اللي تم العثور عليها داخل البحر وتم اخراجها الى الشاطئ كما كتشوفوا معنا. عندها محركات نفاثه، محركات عندها واحد السرعه كبيره وكبيره بزاف، تم العثور عليها داخل البحر. مشاهدينا الكرام، نتواجد بمنطقه عين دياب كما كتشوفوا معنا على المباشر، مشاهدي قناه عبر لايف مباشره من مدينه الدار البيضاء. هذا الزودياك اللي غالبا تستعمل في تهريب المخدرات كما كتشوفوا معنا، عثرت عليها القوات العموميه داخل الشاطئ عين دياب بالضبط سيدي عبد الرحمن بين الصخور عالقه. واش وقع عليها عطب؟ واش تم الصدام ديالها بشي صخور؟ المهم هذا الزورق السريع والسريع جدا كما كتشوفوا معنا مباشره من مدينه الدار البيضاء بالضبط بسيدي عبد الرحمن، وتم اخراجها لهذا المكان في وضعيه مجهوله كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام. عند ثلاثه محركات نفاثه فائقه السرعه كما كتشوفوا معنا، فيها اثار ديال ربما ان اصطدام باحد الصخور، وتم العثور عليها وتم اخراجها لهنا تحت مراقبه الشرطه والشرطه التقنيه والعلميه. مشاهدينا الكرام، مشاهدي عبر لايف مباشره من مدينه الدار البيضاء كما كتشوفوا معنا. تم استخراج هاد الزورق السريع والسريع جدا ديال ثلاثه المحركات. الصورة غنية عن كل تعريف، الصورة غنية عن كل تعليق، مباشرة من مدينة الدار البيضاء بالضبط بشاطئ عين الدياب بمدينة الدار البيضاء. العثور على الزورق كما كتشوفوا فائق السرعة، فائق السرعة مشاهدينا الكرام كما كتشوفوا معنا من مدينة الدار البيضاء. العثور على هاد الزورق السريع والنفاث كما كتشوفوا معنا يحتوي على ثلاث محركات، تزامنا مع عدة حوادث اللي عرفتها الهجرة السرية، ولكن كنظن هذا انه خاص بتهريب المخدرات كما كتشوفوا معنا. محركات نفاثة، محركات قوية وقوية جدا. هاد الزورق السريع تم العثور عليه بشاطئ عين دياب بالضبط سيدي عبد الرحمن بين الصخور، وتم اخراج هاد الزورق السريع الى شاطئ سيدي عين دياب بمدينه الدار البيضاء. مشاهدينا الكرام كما كتشوفوا معنا على المباشر، هاد الزورق هذا اللي من حجم كبير كيف ما تشوفوا معنا، كوكان ديال الحراقه غادي يكون البلايص، ما كاينش فيه البلايص فين غادي فين غيريحوا الحراقه كيف ما تشوفوا. هذا فيه اربعه المقاعد تريحوا اربعه السائقين. هادو هما الجلدات فين تيديروا رجليهم، في هادو كيف ما تشوفوا معنا. اربعه تيكونوا اربعه والقدام تيكون هذا 100% تيكون ديال الحراق ديال تهريب المخدرات، لانه كان ديال الحراقه ما غيكونش من هذا النوع، لانه هذا غالي بزاف. بعدا غير المحرك ديالو عنده ثلاثه ديال المحركات اللي من محركات اللي من الحجم الكبير. بعدا هذا غالي بزاف، صعيب باش يخدم به واحد العصابه ديال المخدرات، صعيب باش يخدم به واحد العصابه ديال الحراقه ديال اصحاب الهجره. ما يقدروش يشريو بحال هذا، ما يقدروش يشريو بحال هذا. هذا كله واضح، هذا تيكون ديال
ديال شهريب المخدرات. شوفوا غير الفرفارات ديالو من نوع فما تشوفوا معنا ثلاثه المحركات من نوع كبير، ثلاثه ديال المحركات من نوع كبير. هذا غالي بزاف، هذا صعيب باش يخدم به واحد الحراق ولا واحد العصابه ديال الحراقه، صعيب عليهم الحال، ما يقدروش يشريوا هذا. الثمن ديالو باهر بزاف، الحجم ديالو كبير، الطول ديالو يفوق واحد 10 متر وما يزيد. ها انتم شوفوا معنا، انا غادي نبقى غادي معكم. شوفوا شوفوا شوفوا، يستحيل يخدموا به هذا الحراقه، انه طويل بزاف. هذا ديال اصحاب المخدرات، هذه الباشيه باش يدرقوا كيف ما تشوفوا معنا. هذا الباش، هذا الباش، الباش ديالو، هذا هو الباش باش يدرقوا السلعه ديالهم. كيف ما تشوفوا معنا، طويل بزاف وكبير بزاف، يعني يستحيل يخدموا به صحاب الهجره. هذا فيه 4 ديال المقاعد كيف ما تشوفوا، 4 ديال المقاعد، تيكونوا 4 ديال الشوافريه. ها فين تيحطوا رجليهم، تيخشيو رجليهم هنا في هاد الجلدات هادو، لانه هذا تيمشي بواحد السرعه فائقه، هذا تيمشي بواحد السرعه خطيره. هذا تقدر تمشي بشي 300 في الساعه ولا، لان المحركات اللي فيه محركات خطيره. هذه بلاصه الشيفور، و4 تيكونوا 4 واحد مورا واحد. كيف ما تشوفوا، كيف ما تشوفوا معنا، هادو المحركات ديالو، هادو المحركات، المحركات ثلاثه ديال المحركات من الحجم الكبير اللي ما تشوفهمش في الحراقه، تيخدموا غير بالفليك وبالزودياك الصغار. هذا باين، هذا اكيد ديال اصحاب المخدرات. السلطه مشكورين والامن مشكورين، الكل يتواجد هنا بشاطئ عين دياب، بشاطئ عين دياب. ثلاثه ديال الفرافر كيف ما تشوفوا معنا، ثلاثه ديال الفرافر، ثلاثه ديال الماطر كبار من نوع عجل، غير الماطر كبر مني طول مني. هذا الشيء خطير، هذا هادو ديال اصحاب المخدرات ديال تهريب، هادو اللي يهربوا المخدرات، هما اللي يقدروا، هما اللي يقدروا يكون عندهم بحال النوع هذا. محركات المانيه، الحجم ديالو كبير بزاف كيف ما تشوفوا، بعد مطارده واليوديه ديال الامن وديال السلطات مشكورين، تم القبض على هذا شبح، هذا شبح، يعني الثمن ديالو هذا باهر. لو بغيتي تشري بحال هذا خصك بزاف ديال الفلوس، يعني صعيب يخدموا به الحراقه. والحراقه حنا تنعرفوا الحراقه ما تيجيوش، ما تيمشيوش من عين الدياب، ما تيخدموش من عين، ما تيخدموش في عين الدياب، تزامنا مع الحراقه اللي كانوا تشدوا في واحد الشراط اللي كانوا ماتوا غرقوا. الشيء هذا خطير، خطير الشيء، خطير. ربما وقعت له بعض المشاكل فبالتالي تم اخراجه. الشيء خطير كيف ما تشوفوا معنا، يستحيل الحراقه غير يخدموا بهذا النوع هذا ديال، يستحيل، حيت اصلا ما فيش فين غيركبوا الحراقه. هذا في بلاصه ديال 4 ديال الشوافريه، من المستحيل، من المستحيل، من المستحيل يخدموا به. هذا ديال تهريب المخدرات، هذا ديال، هذا ديال، شوفوا كيف ما تشوف، لان النوع ديالو تيخلع، الشكل ديالو تيخلع، شبح، راه طويل، راه فيه شي 10 متر، وراه ما شاء الله. هذا راه بزاف ديال الفلوس، هذا لو بغيتي تشري. كيف ما تقول هادو 5 دقائق ماشي في اسبانيا، هذا 4 دقائق. فيه بلاصه 4 تيركبوا فيه 4، 4 اللي تيكونوا راكبين بلاصه الشيفور. فين تيديروا رجليهم، تيخشيو رجليهم في هاد الجلدات هادو، هادو هما الجلدات اللي تيخشيو فيهم رجليهم. شوفوا راه طويل بزاف، راه مع الهاتف تيبان معاه، راه هو راه طويل بزاف، راه من حجم كبير، راه فيه شي 10 متر، راه شي 10 متر اللي فيه، راه ماشي، راه ماشي ساهل. هادشي خطير، هادشي تيخلع كيف ما تشوفوا معنا، راه
بزاف هذا بزاف هذا بزاف هذا شي حاجه الهربه كما قال واحد الاخ في الكومونتير 5 دقائق غنشوف في اسبانيا. المحركات عنده نوع ثلاثه ديال المحركات اللي خياليه السرعه الفائقه هذا راه فوق 300 يمشي تقدر يمشي ب 300 كيلومتر في الساعه ولا 400 كيلومتر في الساعه. لا بزاف هذا بزاف شي خلاع هاد المحركات هادو قليل فين تشوفهم. المحركات هادو راه صعيب باش ما غير النوع ديالو هذا شبح 10 متر وشوفوا راه 10 متر راه ما ساهلش 10 متر الزودياك هذا فيه 10 متر 10 متر ماشي ساهله. شوفوا شوفوا معايا انا غنبقى غادي هانشوف بشوف هذا الباش ديالو باش يغطيو السلوح هادي بلاصه الشيفور كيف ما وريتكم قبيله هنا فين تيركبوا هذوك الربعه كاينين لتحت الجلدات الجلدات فين تيحطوا رجليهم وكاينه واحد المساحه هنا ديال واحد 8 متر ولا 9 متر هنا واقيلا فين تيديو البضاعه ديالهم. هذا الباش ديالهم الباش طويل بزاف شي خلع هذا من المستحيلات يخدموا به الحراقه. هذا الحراقه واخا يتشاركوا كاملين وما العصابه ما يشريوش ما يشريوش المحركات ديالو هذا شي خطير هاد الزوارق لانها زوارق كما قلنا تحتاج الى رخص تحتاج الى كيف ماشي تشوفوا معنا هل هو انا لابد يكون عندك خصك تكون عندك الملكيه وتكون عندك يعني خصك تكون تكون شي حاجه في البلاد ماشي غادي تجي وغادي تشري هذا تكون من رجال الاعمال ولا يعني هذا كارثه هذا فين تيحطوا رجليهم هنا فين تيحطوا رجليهم تيكونوا فيه اربعه ديال الشوافريه اربعه ها هو بلاصه الشيفور مساحه هذا شيء بزاف هذا المحركات محركات كبيره من حجم كبير غير المحركات راه شي محركات راه السلامه شي حاجه السلامه راه غير محرك واحد من هاد المحركات غير محرك واحد من المحركات يقدر يشري ديك الزودياك ديال الحراقه هذا ماشي ديال الحراقه يستحيل يكون الاخ هذا ديال الحراقه هذا حجم كبير هذا فوق على واحد 10 متر واحد 10 متر تهريب مخدرات الصلبه تهريب مخدرات الصلبه من المستحيل من المستحيل مستحيل يكون ديال الحراقه هذا هنا في واحد 12 متر 12 متر راه ما ساهلاش ما ساهلاش راه انتوما شوفوا انا غادي ما حدش يرجع هو راه تيبان هانشوف شوفوا 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 راه شبح شبح ماشي هانشوف شوفوا راه شبح هذا راه شبح تيخلع تيخلع شي حاجه الهربه شي راه ما دوك ما بلاصه دوك الشوافري اللي قلت لكم اربعه شي يكونوا راكبين تما وكاينين دوك الجلدات فين تيديروا رجليهم المحركات واحد المحركات اللي خطيره محركات بايره محركات بالحجم الكبير كيف ما تشوفوا معنا من الحجم الكبير شي حاجه بزاف محرك راه غير محرك واحد من هاد المحركات يشري هذيك الفلوكه ديال الحراقه بالماطر ديالها هذا شي حاجه الهربه هذا والسرعه السرعه تكون واحد السرعه فائقه في المياه هذا يقدر يكون يمشي بواحد 300 في الساعه كما قال واحد الزميل في الكومونتير الاخ واحد الزميل قال لنا 5 دقائق اسبانيو اسبانيا 5 دقائق 5 دقائق اكيد اكيد هذا راه بحال الفونطوم هذا راه بحال الفونطوم هذا راه فونطوم ماشي حتى بحال الفونطوم فونطوم من نوع الخلعه ترى شي حاجه راه الهربه ترى بزاف راه بزاف تشوفوا بزاف شي حاجه بزاف انا نقربكم من الماطر تشوفوه الفرافر كي دايرين شوف 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 شنو هادو راه هادو واعرين هادو انا ماشي فرافر عاديين انا ماشي موطور عادي هذا شوف 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 شحال ديال اللي فيه شفيه وشحال ديال
اوه شوف 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 شوف، هذا فون طوم، هذا 5 دقائق اسبانيا. اكيد خويا اكيد، هذا ما يقدرش يشري، هذا راه غيكون ديال الناس كبار، غير ما يكونش ديال، غيكون ديال الناس ديال رجال الاعمال، وغيكون ديال الناس اللي لهباس عليهم بزاف، هذا ما غيكونش ديال واحد من الطبقه المتوسطه ولا هذا. الهربه الهربه شي حاجه، الهربه كيف ما جا تشوفوا معانا، هذا ديال ترويج المخدرات 100%، 100% هذا ديال اصحاب ديال التهريب المخدرات الصلبه، وحتى ما حراقه صعيب صعيب باش يكون ديال الحراقه، الحراقه ما يقدروش يشريوا هذا، غالي عليهم بزاف، واخا يجمعوا فلوس يجمعوا الحراقه ومالي الحراقه واللي غيحرقوا الشهر الجاي والعام الجاي يجمعوهم كاملين وما غيشريوش هاد الماطر هادو. هذا النوع ديال الفونطوم، هذا نوع خطير، هذا نوع خطير، هذا 250 عود والفوق، كل موطور فيه 250 عود، هذا راه ثلاثة المماطر راه كريشة، راه 750 عود، راه ثلاثة دقائق أنت في الإسبان، ثلاثة دقائق، ثلاثة دقائق، أه ثلاثة دقائق أنت في إسبانيا ماشي، هذا راه بزاف، هذا شبح فيه في شي في شي 14 متر ولا 15 متر. شي 15 متر، وهذا ما هذا شبح، هذا فونطوم، هذا فونطوم ديال تهريب المخدرات، حيت هذا صعيب يستحيل يكون ديال الحراقه، الحراقه ما يقدروش، راه قلت لكم الحراقه راه ما عندهمش القدره الشرائيه باش غيشريو بحال هذا، واش حراق غيشري هذا بزاف ديال الفلوس باش يحرق واحد بجوج المليون ولا ثلاثه المليون، يستحيل. هذا ديال المخدرات الصلبة، أكيد هذا 100% غيكون ديال المخدرات الصلبة، لا أكيد هذا ديال خويا أحمد، هذا غيكون ديال المهربين، احتمال احتمال كبير يكون ديال المهربين، الشكل ديالو تيخلع، الشكل ديالو تيخلع، الشكل ديالو تيخلع، شوفوا 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 الماطر ديالو، هذا راه 250 حصان في الموطور، وفيه ثلاثة الماطر راه 750، ثلاثة دقايق أنت في إسبانيا. شو هالفريفر ديالو هذا، دارت تسمع فرر الهربة، هانتوما شوفوا الموطور كي داير، شوفوا شوفوا الباشية ديالو، ها الباشية ديالو راه غالية، بزاف بزاف. في شي في شي 15 متر، شي 15 متر، هانتوما شوفوا معايا بقى غادي، شي 12 ولا 15 متر، شي 15 متر، ساعة من كازا الإسبانية نصف ساعة، علاش ما تقولش 5 دقائق أخي ولا 10 دقائق؟ شوفوا شوفوا حمد، واجي حيد الموطور، اجي الطاكسي، اجي حيد الموطور، طويل بزاف طويل بزاف، هذه المساحه اللي جات بشي فيها السلوع، هي هذه المساحه، هانتوما هنا دي بلاصه الشوافريه، تيكونوا اربعه راكبين، اربعه راكبين، هذه الفولو ديالو، هذه الفولو، هادو ما فين تيخشيو رجليهم، واحد الجلداش كل واحد عنده بلاصه فين يخشي الجلدات ديالو. هادو كيف ما تشوف، كيف ما تشوفوا معنا المحركات، هذا المحركات، بزاف بزاف الهربة، بزاف الصورة، الصورة لكم، الصورة لنا والتعليق لكم، لا شي شي خلاع شي هادشي بزاف، هادشي هذا بزاف الهرب، نتمنى لكم تبارطاجيو هاد الفيديو، نتمنى باش تبارطاجيو، حيت هادشي هذا شي خلاع، هادشي بزاف، يا ربي السلامة،
عرفتي شنو هادي راه كاريش هادشي هادشي تنشوفو غير في السينما في المسلسلات وفي الافلام ديال الخليع هادشي باش تشوف هاد الفونطوم انا بعدا اول مرة تنشوفو المباشر نكذب عليكم اول مرة تنشوفو مباشرة لا انا ما تيهزش الحراقة هذا بيزار يكون هاز الحراقة اخويا الحراقة واش هذا بزاف ديال الفلوس غيهز الحراقة بجوج المليون ما تيهزش الحراقة هذا ماشي ديال الحراقة هذا راه في الصورة تيبان لكم صغير راه فيه شي 15 متر راه تيخلع واش الحراقة غيمشيو في هذا ما فيهش حتى البلايص فين غيريحوا الحراقة هذا ديال التحرير ديال تهريب المخدرات الصلبة 100% 100% هذا غير عرك هذا عركات والسلطات و عركوه كيف ما تشوفوا معنا هذا بزاف المحركات ديالو راه 250 حصان في الواحد راه 3 راه 750 راه شي حاجه الهربه راه 5 دقائق لا لا انا ما يديش الحراقه ممكن الحراقه ماتوا ما يموتوش الحراقه هذا ماشي ديال الحرايق انا ماشي ديال الحرايق انا غالبا هادشي ديال المخدرات ياك الصديق ديال هادشي ديال المخدرات تهريب المخدرات 100% هذه اقوال ديال بعض الناس اللي قالوا لنا وما بغاوش يبانوا وما بغاوش يدويو قال لك هادشي ديال المخدرات حيت بيزار الحراقه فين غير ركبوا اجي معايا انا تشوف اجي زميلي اش زميلي هنا كاينين 4 شوافريه تيركبوا ها هو بلاصه الشيخ السرعه كيديروا رجليهم تيديروا رجليهم هنا على حساب السرعه هذا راه تيمشي بشي 300 كيلومتر في الساعه ولا 400 كيلومتر في الساعه هنايا هذه المساحه خاويه اجي شوف هذه المساحه اجي وري الزملاء المشاهدين ديالك هذه المساحه اللي تتبقى خاويه هنا فين تمشي السلعه هادشي هذا خطير تقريبا فين شي شوفوا فتحتها شي 15 متر شي 15 متر اللي فيه الطول ديالو انا سمعنا بالامس ان كانت روزام ديال الحشيش وجدت في منطقة اسفي واش عندها علاقة بهذا الشيء؟ هذا الشيء بزاف هذا الشيء هذا الهرب هذا انا غادي زميلي غادي نرجع للور باش نوريهم الحجم ديالو شحال ها انتم شوفوا الحجم شوف الحجم ديالو شي خلاع شوف في شي 15 متر راه بزاف راه الهربة 15 متر راه شي خلاع راه كبير بزاف كيف ما تشوفوا معايا مشاهدي ومتابعي جريده عبر اش غادي نقول لكم والله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم هادشي هذا راه شوف غير اللور ديالو قداش شوفوا اللور ديالو قداش هذا اللور ديالو هذا الباص فيه واحد الرقم بان لينا هنايا 1250 الجوانب وبان لي واحد الرقم دابا لقيتينيش نحقق فيه هذا الرقم غيكون 1250 هاد 1250 هاد الرمز ما عرفناش ديالاش ها هو راه كاين هنايا نتمناو باش تشوفوا السلطات وشوفوا المعنيين بالامر ولكن علاش هاد الجوانب ديالهم متشركه هاد الجوانب ما عرفناش علاش مشركه هاد الجوانب كره الصخر ولا كره تشرك مع الصخر ولا شي حاجه هانشوما شوفو شي حاجة أنا أول مرة تنشوف على المباشر بحال هاد النوع هذا اش هذا فونطوم هذا ما نقولو الزودياك ولا هذا المطر ديالو تتمشي بواحد السرعة فائقة تتكون السرعة ديالو ما بين 300 كيلومتر في الساعة 400 كيلومتر في الساعة بزاف حاولنا نقربوكم الصورة مشاهدينا الكرام مشاهدينا الكرام حاولنا نقربوكم من الصورة حاولنا نقربوكم من هاد نقدر نقولو اكتشاف لأن كما كيشوفوا معنا الزميل ديالنا أن ثلاث محركات من الحجم الكبير ولكن هنالك كما قلنا أثار اصطدام بالصخور ربما أنهم اصطدموا شي حاجة كاين اصطدام من بعد بحال الضربات هادو كاين اصطدام بس لحظة الفرار لحظة وكاين الكسر كاين الكسر ديال هاد قضية صعيبة بزاف مشاهدينا الكرام متابعينا الكرام نشكر لكم حسن المتابعة كنا معكم في قناة واحد من الدار البيضاء هادشي بزاف أكيد السلعة ما كاينش السلعة
اكيد حنا شنشوفوا غير الحجم ديال هذا، شوفوا الشحت ديالو كي داير، شوفوا 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 15 متر ولي فيه 15 متر وراه ما ساهلاش. ما ساهلاش ما ساهلاش، راه 5 دقائق، هذا 5 دقائق من هنا لاسبانيا خويا، شي 5 دقائق يديرها من هنا، 5 دقائق من طنجة صبري، طنجة 3 دقائق، ما جيتش 5 دقائق. بيني وبينك دابا وصل الحراقه خويا، خويا الزميل، واش يقدروا غير هاد العصابات ديال الهجره، واش يقدروا يشريوا هذا؟ ما يقدروش يشريوا هذا، هذا راه فونطوم، هذاك تنشوفوه هنا في الافلام، هذا تنشوفوه في الافلام ديال كان مؤخرا بان واحد في تطوان، كان مؤخرا كما قال الزميل كان بين واحد في تطوان ولا، ولكن حنا تنعرفوا تطوان والشمال، اما في كازا راه بيزار، راه شي مدينه الدار البيضاء باش تشوف بحال هذا راه ما ساهلش، ما ساهلش ما ساهلش، شي حاجه الهربه، شي حاجه الهربه، ماشي مشقة النفوس باش خلاونا دخلنا صورناه وتشاوروا مع المسؤولين وباش خلاونا نصوروا، مشكورين الامن الوطني والسلطات المعنيه بالامر، مشكورين بلاد المنبر. راه باب ما كرهتش اختي، وانا كرهتش، وانا كرهتش اختي، راه باب انا ما كرهتش، راه نعرف اختي، راه بزاف هذا، راه عرفتي شناهو، راه اش غنقول لك، هادشي تيبان في الافلام، ما تنشوفوش في المباشر، ما عمرنا شفناه، شوفوها في الافلام. احيانا الله تشوفوا فيه مباشره دابا، زميل واحد الاخ كتبنا في كومونتير قال لك ركب وزيد وهنينا، يلا معنا ويلا معنا اخويا، حنا غنتسناوك، جيب ليسانس، جيب ليسانس اخويا، لا بزاف انا اخويا هادشي تنشوفوه في الافلام، شو مباشره دابا راه تنتفاجئ، راه من اطول من اطول لي فونطوم، راه فيه شي 15 متر، راه غير مع الهاتف تيبان تيبان ما طويلش، راه طويل بزاف بزاف بزاف، عرفتي هاد المطار هادو راه 250 حصان في الواحد وما يزيد، راه هادو هادو راه هادو راه شي حاجة اللي هادو، ها هاد المطار ديالو راه غاليين بزاف، صعيب باش يكونوا صحاب الهجرة ولا الحراقة ولا هذا ديال التهريب ديال المخدرات الصلبة، كيف ما تشوفوا معانا. ياك اخويا اسماعيل وانا غنتسناك حتى تجي عندي، بغيتش ورطنا اخويا نركب وندير لايف، بزاف هادشي هذا بزاف، بزاف انا ما عمرني شفت بحال هادشي هذا، تنشوفوه في الافلام، تنشوفو مباشرة، يوم حياني الله تنشوفو مباشرة. اسماعيل مولاه كرتي تحسر اخويا، كرتي يقرا في الكومونتيرات، ودي ماري دي ماري ودي ماري، طويل بزاف، غنعاود لاخر مرة غنوريكم بلاصة الشيفور والربعة، تيكونوا ربعة هما، تيكونوا ربعة هما، تيكونوا ربعة هما، ها هما ربعة اللي شيركبوا هنايا، ها بلاصة الأول، ها الثاني، ها الثالث، ها الأول. الزميل واحد النقطة باش تشوف، واحد النقطة باش تشوفها، كاين واحد الرقم هنايا، والرقم هذا هذا الرقم، شوف هذا الرقم 1250، أي سيارة أي دراجة أي حافلة أي زورق فكيكون عندو واحد الرقم ضروري ما كياخذوه رجال الشرطه العلميه باش كيرقبوه، ها كيعرفوا المصدر ديالو، شكون اللي شاري هاد الزودياك، الاصل ديالو بهذا،
كيبداو من الاصل من المصدر ديالو غادي. بزاف بزاف. متابعي ومشاهدي جريده شعبير، من هنا نستودعكم والله، ما سخيناش بكم، من هنا نستودعكم والله. وهذا الشيء هضر لي اول مره تنشوفوه، تنتمناو باش تبارطاجيو هذا اللايف، حيت انا راه اول مره تنشوف هذا الفونطو مع المباشر. الى اللقاء، من هنا نستودعكم والله.